السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثة ثانوي عام، أهلا وسهلا بكم. خلاص احنا في شهر ثلاثة وابتدينا المراجعات وكله خلص المنهج بتاعه، ولسه لغاية دلوقتي في ناس ما ابتدتش. امبارح حد كلمني قال لي أنا واقع في الإنجليزي، كذا حد يعني الكام أسبوع اللي فات. فأنا قررت إن احنا هنراجع المنهج كله تاني، بس عن طريق حل أسئلة. في آخر كل يونت في 30 جملة سواء جرامر ومعاها فوكاب، فاحنا هنبتدي نحل ال 30 جملة دول ونشرحهم. طبعا انا هشرحها لك بي دي اف تمام على اليوتيوب، وبس هتلاقي الورق بقى اللي احنا متعودين عليه الشخبطه والماركر والكلام ده كله، هتلاقيه يا اما على جروب الواتساب يا اما على صفحه الفيسبوك، فانت في الحالتين هتستفاد. فانت حاول كل حلقه هعملها لك، انا مش هحاول اطول، بس انت حاول بعد ما تتفرج تاخد الصور اللي فيها الشرح والشخبطه والكلام ده، حاول تفهمها مع الشرح تمام. موضوع فيديو النهاردة هنتكلم عن يونت 1، دي أول حلقة في المراجعة النهائية. هناخد يونت بيونت وهنحاول نحل أكبر قدر من الأسئلة عشان خاطر تقدر تستفيد. وعشان ما أطولش عليك يلا بينا نبدأ. بص يا سيدي، إحنا دلوقتي هنا بنتكلم على يونت 1، هنا هنتكلم إزاي تحل التشويز، إزاي تعرف إن السؤال اللي أنت عايزه دوت يا إما جرامر يا إما بيسألك على معنى كلمة أو فوكاب أو تكمل الجملة بكلمة هو يقصدها أو بقاعدة. فكل جملة هقول لك دي يا إما جرامر يا إما فوكاب، وإزاي تحلها ونشرحها مع بعض تمام. نبتدي بأول جملة. A space is someone who produces books, newspaper and magazine، يعني هو شخص بينتج الكتب والمجلات والجرايد. هو lawyer ولا publisher ولا بايونير ولا درايفر؟ طبعا هو البابليشر اللي هو الناشر. يبقى اول جمله الاجابه بتاعتها بابليشر، لان دوت اسمه الناشر. الجمله الثانيه، after taking the medicine he much better. طيب هنا بيسالك على قاعده جرامر اللي هي قاعده after. after خلي بالك مش جاي وراها subject، فهو جايب لك الفيرب اللي وراها فيرب اي ان جي، جايب لك الفيرب اللي وراها ايه بلس اي ان جي. فانت بقى بص كده على في الاجابه تحت، هو جالك افتر بعد البعد، افتر معناها بعد، بيجي وراها ماضي تام تمام، والجمله الثانيه ماضي بسيط. يبقى انت هتبص تحت على الماضي البسيط. ايه was feeling ديت ماضي مستمر تمام. اللي بعديها has filled اللي هو المضارع التام، مش هتنفع. had filled ديت ماضي تام. الأخيرة فلت اللي هي بمعنى شعرة اللي هي الماضي البسيط. يبقى رقم 2 الإجابة بتاعتها دي فلت، لأن دي ماضي بسيط. الجملة الثالثة بيقول لك the city has 8، المدينة فيها 8 with a representative on the city council، يعني فيها مندوب في مجلس المدينة. هو هنا بيسألك على معنى كلمة، هو عايز يسألك على ايه معنى كلمة. اول حاجة distinction يعني تميز او فرق، distribution يعني عراقيل، distracts يعني احياء. يبقى هو قصده على ايه distracts اللي هي الاحياء، يعني بيقول لك المدينة the city has 8 distracts يعني فيها 8 احياء. الجملة الرابعة while I space football I feel and بروك مايلك. هنا بيسألك على قاعدة وايل، واحنا قلنا وايل بيجي وراها الحدث المستمر. الحدث المستمر ده بنستخدم فيه الماضي المستمر اللي هو ووز او وير بلس فيرب بلس اي ان جي اللي هو الجيرن. فاحنا هنبص في الاجابة كده، ايه بلاينج مش هتنفع عشان مفيهاش ولا ووز ولا وير تمام. البي ووز بلاينج هي ديت الصح، فيرب بلس اي ان جي تمام، ووز زائد فيرب زائد اي ان جي، فدي الاجابه الصح. فاحنا كده عرفنا ان وايل بيجي وراه ماضي مستمر اللي هو الحدث المستمر تمام. بعد كده الجمله الثانيه اللي هي الماضي البسيط. الجمله رقم 5 with his book the country of men هشام مطر has become an author، يعني في بكتابه اللي هو the country of men هو عايز يقول لك هنا ان هو خلاه مؤلف اللي هو established. يبقى الإجابة دي established. الجملة السادسة when we arrive home we saw that lights space on، هو هنا بيسألك على قاعدة جرامر. فأنت
تقرا الاختيارات. We living had left had been left have been left. طيب هنا نفكر فيها شوية. when جاي وراها ماضي بسيط، تمام؟ والجملة التانية we saw that our lights on، يبقى الجملة ديت باسيف لأن هو بدأ بـ our lights ده اللي هو الأوبجيكت، فأنت هنا بتتكلم على باسيف. وإحنا قلنا بعد when لو جاء جملة ماضي بسيط وبعديها جملة تانية، تمام، أقدم منها يعني حدث أولاني يبقى ماضي تام، يبقى الحدث الأولاني ماضي تام. طب الماضي التام في الباسيف بيتكون من إيه؟ من had been والتصريف التالت. يبقى انت هتدور على had وبين وتصريف تالت تحت اللي هو were living، لا had left، لا had been left، اللي هي رقم C، دي هي الإجابة الصح. الجملة السابعة معانا، دكتور زويل is more than just a Nobel Prize winner. He's a or an in chemistry. هو هنا بيسألك على معنى جملة، بيقول لك دكتور زويل أكتر من إن هو حائز على جائزة نوبل، يعني هو يستحق أكتر من كده مثلا، تمام. He's a or an in chemistry، يعني هو عايز يقول لك investor ولا explorer ولا pioneer ولا politician. هي pioneer اللي هو رائد في مجال الكيمياء، يبقى بايونير معناها رائد. الجملة الثامنة، when she home the police started searching for her. طيب هو هنا بيسألك على ايه؟ بيسألك على قاعدة جرامر، بيسألك على قاعدة جرامر، وعندك حدثين. الحدث الأولاني إن هي ما رجعتش البيت، الحدث الثاني لما ما رجعتش البيت البوليس بدأ يدور عليها، يبقى الحدث الأولاني ايه؟ ماضي تام. فهنا فين الماضي التام تحت اللي هي رقم C، had not returned. الجملة رقم 9، يحيى حقي was نقط 1905. فانت اول ما تشوف born بيجي وراها حرف الجر in، سواء جه وراها سنة او مكان. حتى لو هتبص بعديها هتقول in the سيدة زينب ديستراكت اوف ذا كايرو، يعني احد احياء القاهرة. هتبص هنا هتلاقي ان وبعديها مكان، كل ده مكان، فبورن بيجي وراها حرف الجر ان. رقم 10، she to explain why she had disappeared. يعني هنا بيسألك، خلي بالك على قاعدة جرامر، وعندك هنا رابط سبب كلمة واي. فاحنا قلنا ايه؟ مع روابط السبب والنتيجة بيجي الماضي التام مع الحدث الأولاني، يبقى الحدث التاني ايه؟ ماضي بسيط. she had disappeared ده الحدث الأولاني، يبقى الجملة الأولى she had refused ولا has refused ولا refused ولا was refused، يبقى سي لأن ده زمن ماضي بسيط، يبقى she refused، هي رفضت تشرح او توضح to explain why she had disappeared. يبقى هي اختفت الاول، ولما سألوها بعد كده هي ما رضتش تقول، يبقى refused، تمام. الجملة رقم 11، using a typewriter is not now we use computer. يعني بيقول لك استخدام الآلة الكاتبة او is old fashion، يعني موضة قديمة. الجملة رقم 12، she not in a hotel in the north of England. الإجابات was seen has seen saw had seen. طيب الجملة ديت باسيف، فأنت لازم تدور على صيغة باسيف في الإجابات. طيب was seen ديت صيغة الباسيف بتاعت الماضي البسيط، يبقى هي دي الإجابة was seen، يبقى she was seen، هي شافوها في أوتيل في شمال إنجلترا. طب نشوف بقى بقية الإجابات، ممكن يكون فيها حاجة كده ولا كده. طب has seen ده زمن مضارع بسيط، طب so ده التصريف التاني من سي، تمام، ده ماضي بسيط بس في صيغة إيه؟ الأكتف. had seen ده في صيغة الماضي التام بس في الأكتف برضه، يبقى إحنا اخترنا صح اللي هي رقم إيه؟ اللي هي was seen. الجملة رقم 13، this problem is really not can you help me solve it، يعني ممكن تساعدني حلها. يبقى نبص على الإجابات، established يعني راسخة أو متوددة أكيد لأ، confusing يعني محيرة أو مربكة.
يبقى this problem is really confusing، يعني هذه المشكلة محيراني، تمام؟ ممكن تساعدني فيها؟ طيب نشوف بقية الإجابات. pioneering رائدة أو ريادي، disabled يعني معاق، لا هي تبقى رقم B اللي هي إيه؟ confusing. confusing ديت معناها محير أو morbid، دي adjective صفة، يبقى this problem is really confusing، تمام؟ الجملة رقم 14 بقى، after I switch on the TV I that the match had already started. خلي بالك الجملة ديت جرامر وعلى قاعدة after، بس مش قاعدة after قوي، يعني هشرح لك الموضوع ده دلوقتي. تمام نبص على الإجابات. realized، have realized، had realized، was realized. طيب هو هنا after I switch on the TV، لما انا ولعت التلفزيون، تمام، هو بيقول لك انا ادركت the match had already started. طيب انا ادركت ديت ملهاش علاقه بالزمن، ملهاش علاقه بقاعده after، ليه؟ لان هو بيقول لك انا ادركت خلاص، يعني انا ادركت، فديت بتيجي ايه؟ ماضي بسيط اللي هي ايه؟ I realized. الجمله رقم 15، this author uses long complex sentences that is her of writing. طيب هو بيقول لك ان الكاتبه دي بتستخدم جمل طويله ومعقده. this is يعني هذا اسلوبها في الكتابه. طب اسلوب هنا معناها ايه؟ style. style معناها اسلوب. الجمله اللي بعد كده اللي هي جمله رقم 16، on December 3 1926 she home without telling anyone. عندك هنا on في وجاية وراها ديسمبر سنة 1926، يعني ده حدث في الماضي وانتهى، يبقى انت بتتكلم هنا على الماضي ايه؟ البسيط، يبقى was living ولا left ولا was left ولا has left، يبقى was، يبقى الإجابة هتبقى left. ليه اخترنا left؟ لأن دي صيغة active في زمن الماضي البسيط. الجملة رقم 17، in eastern countries يعني في دول الشرق، تمام، it's not to remove your shoes يعني تخلع جزمتك before you enter home، قبل ما تخش الهوم، تبقى legal قانوني، pioneering ريادي روتين عادة شخصية، customary من العادات والتقاليد، يبقى لا هي تبقى ايه؟ customary عادة اجتماعية أو عادات وتقاليد، حاجة ايه؟ اجتماعية، تمام؟ طيب as soon as we arrive at school the first lesson هتبقى had begun ولا began ولا begins ولا had begun has begun. نشرح الجملة دي. أول حاجة الجملة دي بيسألك على ايه؟ على جرام. as soon as يعني بمجرد أن أنت متعود إن بيجي وراها ماضي تام بعد كده ماضي بسيط. هو جاب لك الجملة الأولى ماضي بسيط لأن الحدثين حدثوا في نفس الوقت، يعني هو أول ما وصل، تمام، الحصة الأولى بدأت، يبقى هتستخدم الجملة التانية إيه؟ ماضي بسيط اللي هي إيه؟ began. الجملة رقم 19، it's a space to greet someone when you meet them، يعني لا تسلم على حد لما تشوفه، دي إيه؟ روتين؟ عادة شخصية؟ لا، custom يعني دي عادة، عادة اجتماعية، حاجة جاية إيه؟ عادة اجتماعية. برايز كاستمر، كاستمر ده يعني مين؟ برايز يعني جزء مش هتنفع، يبقى هي ايه؟ الإجابة بي كاستم. الجملة رقم 20، the romance Petra nearly 2000 years ago. طالما انت لقيت ago، تمام، وعندك هنا فاعل، تمام، يبقى انت هتتكلم في ايه؟ زمن الماضي البسيط في صيغة الاكتف اللي هو التصريف الثاني للفعل. طب نبص على الإجابات. have captured يعني ده زمن المضارع التام. where captured طيب دي زمن الماضي البسيط بس في صيغة الباسيف. captured اللي هي سي، دي هي الإجابة الصحيحة لأن ده زمن الماضي البسيط في صيغة الأكتيف. الجملة رقم 21، يحيى حق، الجملة رقم 21، حقي لو يحيى حقي always wanted to help poor and not people. دي جملة من التكست بتاع كتاب الوزارة اللي هي disabled اللي هي المعاقين. هو دايما بيحب يساعد او كان عايز يساعد الناس الفقراء
والمعاقي. تمام. الجملة رقم 22: after Mona had played the piano she space his sister with her homework. خلي بالك دي قاعدة جرامر اللي هي قاعدة after. احنا قلنا after بيجي بعدها ماضي تام اللي هو دوت، والجملة التانية ماضي بسيط. طب ايه هي بقى الماضي البسيط اللي في الاجابات؟ has helped ده مضارع تام مش هتنفع، was helping ده ماضي مستمر، helped ماضي تام التصريف الثاني من help. الجملة رقم 23: have you any arrangements for holidays? do done made looked gone. طبعا انت عارف ان هي arrangement حاجة تبع المتلازمات اللفظية، تمام، اللي هي make arrangement. طب هي في التصريف التام عشان ده زمن المضارع التام اللي هي you و have، ويبقى البي بي يبقى ميد. الجملة رقم 24: My father loved his job. الجملة التانية: He for the same company for 20 years. بيقول لك بابا كان بيحب شغله، هو في الشركة دي لمدة 20 سنة. طيب هنا عندك فور وانت بتتكلم في الماضي، تمام، والجملة الأولى ماضي، يبقى انت هتبقى عايز ايه؟ ماضي تام، لان احنا قلنا ان الماضي التام ممكن تستخدم معاه سينس او فور. طب هنبص على الماضي التام في الاجابات اللي هي هتبقى هاد وركد، يبقى والدي كان بيحب شغله، هو استمر او اشتغل في الشركة دي لمدة 20 عام. الجملة رقم 25: I can't come out because I have got to do the washing up. washing up يعني غسيل المواعين، فانت بيجي قبلها متلازمات لفظية اللي هو do، يبقى do washing up يعني يغسل المواعين. 26: space from amnesia يعني فقدان الذاكرة. فهنا هنشوف بقى الاجابات. هو هنا بيسألك على قاعدة جرامر، is she suffered مش هتنفع، تمام، did she suffer يبقى هي ديت. ليه؟ لان دي زمن ماضي بسيط. طب نكمل: was she suffered، had she had been suffered. كل ده مش هينفع لان هو بيسألك عن هي كانت تعاني، كانت حقيقة في الماضي، هل كانت تعاني من مرض فقدان الذاكرة، فاحنا استخدمنا زمن الماضي البسيط ايه في صيغة السؤال. طيب الجملة رقم 27: hundreds of athletes from across the nations come to in the games. هي complete conflict compete delete. طيب هو هنا بيسألك عن، بيقول لك مئات من الرياضيين من مختلف دول العالم come to compete. compete يعني يتنافسوا in the games، يعني هم جايين هنا يتنافسوا، تمام، في الألعاب. الجملة رقم 28: while the new plan Sammy noticed that it was too long. خلي بالك while مش جاي بعديها فاعل، مش جاي بعديها فاعل، يعني لازم الفيرب اللي يجي وراه يبقى بلس اي ان جي، يبقى was revising ولا revising ولا was revised ولا revised، هتبقى ايه؟ verb plus ing اللي هي revising. الجملة رقم 29: the of the space of vaccines to prevent disease has helped to save many lives. يبقى styling development established custom، هتبقى الإجابة إيه؟ development. يبقى تطوير، يبقى ناخدها كده بره، تطوير اللقاحات اللي هي vaccines to prevent disease. to prevent، prevent دي يعني تجنب الأمراض المنتشرة اللي هي disease، helped to save many lives، ساعدت إن هي تنجز حياة كثير من الناس. أو الجملة رقم 30: when they were young my parents in a small flat in the city center have lived ولا are living ولا used to live ولا had been lived. لا هي تبقى اعتادوا ان، يبقى used to be lived. يعني used to be lived يعني اعتادوا ان هم كانوا عايشين في شقة صغيرة في وسط البلد، تمام، بس دي كانت في الماضي بس مش موجودة دلوقتي. بقول لك لما احنا كنا صغيرين، يعني دي اعتادة ان اللي هي used to
والمصدر. دول كانوا 30 جملة، انا شرحتهم باستفاضة وعارف ان الفيديو طويل شوية، بس معلش هتستفيدوا منه كتير قوي 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 قوي. يعني ربنا يوفقكم وتقدروا تلموا المنهج، ولو اشتغلتوا بنفس الطريقة بتاعتي دي في التشويز هتقدروا تحلوا السؤال ده وتاخدوا الدرجة بتاعته كاملة. حاول وانت بتحل تشرح لنفسك، تفكر ما تحلش على طول، لازم تحط كل الاحتمالات، الاربع احتمالات اللي هو بيحطهم لك في الاجابة عشان تقدر توصل للحل المظبوط. ولازم تعرف هو بيسألك على جملة جرامر ولا جملة كلمات، يعني هو عايز من السؤال ده معنى كلمة او تكمل بكلمة ولا تكمل بقاعدة. ده كان موضوع فيديو النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد وان شاء الله هنزل يونت 2 هتلاقيه موجود على القناة، واللي بعديها هينزل يونت 3 ان شاء الله. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.